السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير متابعينا وأعزائنا الكرام، نرحب بكم في صباح جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجدد إيماننا بالتقوى والخوف من الرجاء لما في يديه الكريمتين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طلعت الشمس يا جماعة الخير، الساعة عندنا الآن 6:15 تقريبا، لكن هي طلعت قبل 6:05 دقائق تقريبا. طلوعها يا جماعة الخير حلو اليوم، ما عليها أي غبار، لكن الجو نشوفها مثل المغبر بسبب هبوب رياح الجنوب اللي هي السهيلي يا جماعة الخير. وقلنا هذه الأيام موسم هبايب سهيل، وتينا هاي السايبة باردة حاف جاف ما شاء الله، جو وايد رايح. نحس ببرودة بسيطة، برودة الفجر، برودة أيضا الإيمان، وبرودة التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. هذه الشمس يا جماعة الخير اللي تشوفونها تطلع كل يوم، سيأتي يوم من الأيام ما بتطلع، كما ذكر يعني في الأحاديث أنها ستطلع من ناحية الغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من الإيمان. طبعا الناس اللي يؤمنون بهذه الأشياء ويتفكرون فيها هم اللي الله سبحانه وتعالى هدى للإيمان، أما الإنسان اللي ما يؤمن بهذه الأشياء يظل الله الظالمين سبحانه وتعالى. حصلنا يا جماعة مجموعة 3 عنافيز لازم نردهن بحر، وهذا من الأشياء الأساسية اللي نسويها دائما يا جماعة الخير، على أساس نوضح للناس أن نحن ما بالحوف. هذه الشمس ارتفعت أيضا فوق، شوفوا يا جماعة سلم اليوم وايد حلوة. ما زلنا يا جماعة الخير نشل القير. البحر يا جماعة شوفوا كيف فراي صافي، البحر نظيف. السبب يا جماعة الخير ان المايات صغرت وقل حركة التيار، ما في شيء يحرك القوع، وهذا طبيعي يا جماعة في هذه الايام تصغر مايات الليل وتكبر مايات النهار، او يتعادلن المايات مثل ما يتعادل الليل والنهار. نحن مقبلين على ليل طويل ونهار قصير، هذا هو توقيت الشتاء يا جماعة، بيتغير بعد فترة وبيستوي النهار قصير والليل طويل. بنرجع مرة ثانية مع الدفارة يا جماعة الخير، نستطلع اللي هي الحلقة في هذه لخمة الرقطة. الرقطة يا جماعة الخير من اللخم المشهورة عندنا خليجيا، وهذاك الشرص اللي هي نوع الأخطر، أخطر نوع من اللخم، على أساس نكون على بينة قبل ما نخوض من هذا المكان. كما تلاحظون يا جماعة سمك قليل، والأسباب مثل ما ذكرنا. الآن القمر شوفوا يا جماعة، شوفوا القمر وين، القمر في كبد السماء ما نزل، شوفوا نزل، إذا يبدأ ينزل ينزل الماية معه، الماية سجية الآن. شو اللي يصير الآن يا جماعة؟ التغير اللي يصير إن الأسماك كلها اللي كنا نصيدها قبل من عيفة وبياح وكل الأسماك قابط، كل الأسماك وين تصير الحين؟ تصير تدور البرودة في الأماكن الضحلة وايد داخل المساكر والمسطحات المائية والخيران الداخلية. طبعا يا جماعة أنا ذكرت لكم من المكان هذا ظهر، ظهر يعني يعتبر برع، أما هذه اللي زيرة يا جماعة وورا هذا البر وراه كل خيران تمشي مد البصر، خيران اللي هي الأماكن الضحلة والمساكر. يقول لي واحد شو المساكر؟ المساكر يا جماعة أماكن يتجمع فيها سمك يرعى السجي، وكانوا يصيدونه يحوطون عليه بالألياخ أو بالطيات السكار في السجي، يوم تبثر بالماية يلقطون السمك، يعني ما ينشب السمك زين. في شوي بسار يا جماعة كما تلاحظون في المنظر، في هناك أيضا سلحفاة، في هنو كما تلاحظون أيضا. الملاحظات هذه اللي نقولها كل يوم إن شاء الله نستفيد منها جميعا. شو عندنا أمس احتجوا بعض الشباب على المسابقة اللي سويناها في الهامور 1، في الهامور 1 اللي هو الحساب الثاني، وقالوا وايد صعب سعيد، وانت تضللنا تقولنا قولوا جاوبوا شي ولا شي، وعطيتنا خيارين وخشيت الخيار الثالث. طبعا يا جماعة أنا ما أسوي مسابقات سهلة حتى لو كانت خفيفة وما عليها جوائز، أسوي دائما مسابقات كاستبيان، أطالع مستوى الجمهور، أطالع مدى استيعابهم للمواضيع. فقلت هل هذه الجشة وهذه القفدارة سمينة أو هزيلة،
وخشيت الخيار الثالث اللي هي وسط، اكتشفوه بعض الشباب القليل عددهم طبعا، وطاف على ناس دين يعني، وما شاء الله الجيش هناك كان من حبه. زين يا جماعة الخير، فات وايدين من الناس، وطبعا صار علي احتجاج، قالوا انت ضلليتنا خدعتنا. طبعا يا جماعة دائما الالغاز هذا فيها خدعة، لازم فيها خدعة على اساس تتأكد من معلومات الشخص اللي يجاوب. زين، فانا ما اعطي خيارات دائما كاملة، اعطي خيارات ناقصة، او اخليك احاول اني اخليك اضللك بعض الاحيان على اساس انت بروحك تكتشف هذا، واللي بيكتشف طبعا بيكون مستواه عالي لانه هو عرف اللعبه، واللي عرف اللعبه يقدر يفككها ويقدر انه يحلها. فهذا هو الموضوع كله يا جماعه الخير، فلا تحسبوه شر لكم بل هو خير. قالوا يا جماعه هناك الجيش ما شاء الله، تقولي ليش جيش هالايام؟ الجيش يا جماعه ميود هني في هالمناطق داخل ايضا، لكنه اي الحين ويشوفون الجيش يا جماعه بعض الاحيان هزيل هزيل، هذا جاي من بعيد يا جماعه، جاي توه بيرعى، يجي من البحار المفتوحه ويرعى، طبعا يجي على السواحل يرعى، الان بيعتدل الجو، ياكل قبقوب ياكل. هذه الحصيله يا جماعه الخير، مخلوط من كل شيء، الان بنشل. يلا شلوا شلوا، يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، خلي سيده سيده، ايوه بطل بطل بطل، مخلوط يا جماعة الخير، عق الرقضة عقها بحر. زين شوفوا يا جماعة الخير، زريدي صغار، خلي مني زريد صغير، خلينا نشوف الزريدة الصغيرة هذه كبة. بدأ يرجع يا جماعة يتنفس، ترى ماشي سمك، خلي هني. يا الله محلاتن هذيلا يا جماعة، كل واحد صالونه، ماشي صالونه يا الربع. خلاص بعد عق احمس عق احمس برا. يا جماعه دققوا دققوا عدل، خلينا نعقن هاي الصغار يحليلهن، وحده اثنتين، يا الله هذه هزيل وايد بعد، عقها زين. هذه لازم ينعقن يا الربع، صغار وين بيصير مبين. طبعا هاي القفداره يا جماعه او هاي الزريدي فيها ضربة هني، ما نعرف شو ضربته، ضربة مال على الأقل أسبوع هاي بادي تخوز عنها. زين، وقلنا يا جماعة هاي المادة هي اللي فيها المناعة للسمكة، المادة اللزجة هاي، فتحميها من الضربات والأمراض وتصحى يا جماعة الخير. شوفوا يا جماعة الطير مكود، السمك توه ياكل هني هاي المنطقة هاي، شوفوا يا جماعة عدالنا ها عدال الحالة هني، عاد عمره فوق كله جيش بسار. شوف يوم شوف الطير شي توه مسوي له عيه، كود يا جماعه، خلق الله تلقد اكو هناك بعد ها، كود كل البحر كله طير هاي المنطقه هاي، خاصه الحين على الثبر، خلق الله يشبون هناك شب وبس. شوفوا يا جماعه الخير، تكاثر النغر مستمر ما وقف على طول الصيف والقيض، ويانا الان صفري يا جماعة، شيء مش طبيعي، هذا يدل على على اعتدال الحرارة، البيض والحبل وكذا معتمد على الحرارة يا جماعة الخير، له يعني حرارة معينة يسوي فيها ويزيد ويتكاثر، فهذا هو النغر يا جماعة ما وقف التكاثر. نحمد الله على كل حال، ونعوذ بالله من حال نار، الحمد لله رب العالمين، يبنى نصيبنا اليوم من الله والتوفيق من الله أيضا والبركة من الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا في مالنا في حلالنا في عيالنا فيكم أجمعين، نسأل الله أيضا أن يسرنا الأيام الجاية. هذا صيدنا يا جماعة الخير، نعرفكم بالصيد، الحمد لله رب العالمين، الصيد مستمر والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم، اللهم لك الحمد والشكر، الصحة والعافية. طبعا هناك نلاحظ بن قطوان نشيط هالأيام، ما ندري هل هو فترة صفري يكون موسم عنده موسم، الربع ينتظرون وبن قطوان أيضا ينتظر،
حد بياخذ نصيبه، سواء كان دابة الأرض أو دابة الإنسان أو غيرها من الدواب. يا مرحبا يا مرحبا طالع بن قطوان يا جماعة، يحكك عمره يتحكك. إيه مطر شو ربيعنا؟ ها ما ريقتوا؟ سوي كسر واحد أيوب، كسر هذا مشان بن قطوان. أقول قام يستوي عرج وجهه، كان أول كيوت. ما أدري يا أخي من الأكل. في سمين؟ صغير هذا سمين فيه. يلا عطى عطى يستاهل يستاهل. يلا كل عادة لا تستحي، الحيم الإيمان يقولون. اليوم كلنا